سمعت اخوانا في الجواز انت طلعت له ورقه لما راح بس كده ما عاد عاد الناس واجي لك تبسم مباشر تعتمر يعني يتناول لواء عادل غضبان محافظ بورسعيد وجبه الافطار مع اسره من الاسر المهتمه تناول الان وحوار طبقا من اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد مع هذه الاسره مركز المحافظه يعني الان يجلس اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد واحدة كمان بقى واحدة كمان يعني يتناول اللواء عادل غضبان من محافظ بورسعيد ويتناول السيد نائب محافظ بورسعيد الافطار ايضا مع اسره وفقط معهم اسرار الاستشاريه السيد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد يتناول ايضا الافطار مع اسره طبعا حضراتكم شايفين يعني جلس اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد ليتناول وجبه الافطار الموضوع مش بالصوره الموضوع بالفعل يتناول بالفعل وجبه الافطار وهذا هو حاجه